حركة باريس التي قدمت يعني هي كان مقترح مجتزأ في كثير من الأمور الغامضة والعمومية وغير الواضحة وغير المحددة، والتي يعني بعضها كان يذهب باتجاه أن إسرائيل تحصل على جميع الرهائن والمختطفين وتعطي مدة بسيطة من أجل أن يتم عملية الإفراج عن الأسرى، لكن سيكون لها بعد ذلك حرية العمل والعدوان والاغتيالات في قطاع غزة. وفي المقابل المطالب الفلسطينية أغلبها يعني ضبابية غير واضحة. إحنا تشاورنا مع الإخوة في قيادة الحركة في غزة، تشاورنا مع القوى السياسية الفلسطينية والفصائل، وأنا أعتقد الموقف الذي طرحناه هو يعبر عن الموقف الوطني بشكل عام وليس فقط يعني مجرد موقف حركة حماس. كما قلت هذا الموقف هو الذي تستند إليه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في إنهاء العدوان بشكل واضح ومحدد، وكذلك أيضا في مسألة خروج قوات الاحتلال من قطاع غزة، في مسألة تحديد أعداد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وكذلك في مسألة المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة وكذلك إلى غزة والشمال، وكذلك موضوع إعادة الإعمار. يعني أنا أعتقد هذه القضايا كلها تطرقنا إليها بشكل واضح ومفصل وبالأرقام وبالأعداد، يعني حتى يكون الرد وافيا وكاملا.